صاحبي راه ما كاين الحب دابا الناس كيسحبهم ما بغيناش نديروا عاشور ولا شنو ما عرفتش شنو كيسحب ما شنو حسبهم باللي راه داكشي بيدينا حنايا حنا ما بيدينا والو بنادم ما فهمش بان راه حنا 3 ايام ولا 4 ايام وحنا كنتخاراو مع الحلقات ديال عاشور باش يتحطوا ها هي حلقه من حلقات غير وحده حمقات عاد الاخرين ثلاثه اللي مازال نبداو هذه الحلقه بالبكا والشكا اون لا بور فير لي بيتيز واش الدراري السلام عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في نهار جديد انرجي جديده ورياكسيون جديده واحسن رياكسيون في مجرات درب التبان اليوم جينا نديروا الحلقات اللي ما درناهمش في الجزء الاول مازالين شي ثلاثه ولا اربعه جينا نديرهم معكم كالعاده باش نسمعوا درنا 10 الدراري نشرحوا لكم واحد القضيه راه الحلقات الاربعه التوالي والدراري سمعونا مزيان بنادم كيبقى غير كيهضر 19 بعدا تقاتلنا معاه ودازت 20 مازالين كنتقاتلوا 20 الدراري ما بغاتش وغالبا الاغلبيه ديال الحلقات اللي بقاو فيهم بلوك فيهم سولناكم واش نحطوهم بلا صوت ما جاياش غتحط الفيديو بلا صوت واصلا المشكل ماشي في الصوت المشكل في الصوره حتى في الصوره يعني حقوق النشر بهذه اللغه هذه الا مشينا تضربنا في هذه انا عارفه بان داكشي خارج النطاق اللي مشينا تضربنا في هذه غادي نوليو باننا عرفنا راسنا باننا حنا مستهدفين من طرف لاشين ديال هذا عاشور ممكن هادشي اللي كاين الدراري كيف ما ديما لكم اول مره كتشوفنا تهبط لتحت سبسكرايب وتلاحوا عندنا الانستغرام هذا ولا هذا تما غتلقاونا ديما وندخلوا نشوفوا زواج المصلحه هاد الحلقه لا متحطاتش النهايه ديال عاشور عطاونا سيريز واحد اخرين كان غير عاشور يا اخي عاشور ما غاديش يتسال هذا تحمانوش كيجي حوست عليا ما رانيش هنا ما كاينش انا فيزيت سوربريز ونوريس بقى له بلي راك هنا ولكن صراحه انا الدراري انا عجبني الجزء الاول على الجزء الثاني الجزء الاول فيه الضحك وكذا الجزء الثاني فيه دراما بزاف اربع الحلقات التوالى بعد فاهم عارف باينه فاهم هكذاك صح يا اخي قلت لك ما تجيش في الكروه الدراري دوكا كيفاش راح نهضر معاها انا هاد الصامت هذا يجيب العرضه كل جوج كلمات حلوين كيما تعرف وما تنساش بلي تقولوا لنا على نزيدوا له زيت على بالك شحال هاي سنة شحال بزاف يا مولاي بزاف يا مولاي شحال بزاف باجي مالك شد الفليشه فليشه ايه على بالي بلي فليشه بصح واش يدير في رقبتك قال لقمان وليد لك هكذا بعد نوري لهم بعد اي كان كيجرب صحه لقمان صحه ديما كيجرب ما عليه مولاي على خاطر انا عندي الكراجم راه سرحهم لي يا كراجم باش فعلك سرح له الكراج ولي بيلو بلي حنا رانا متحكمين في المساله بيلو 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 الكراج مع الثاني زواج المصلحه حمانوس دحمانوس في القصر تاعي مرحبا مرحبا صباغه شيتا شو ديك الصدفه شو ديك الصدفه الشابه واش راك واش راك مالك صافا كيفاش هي الحاله يا سيدي قول لي مالك كيدير هذا ما بنس زعما انا عايق بيه باتيت باش نقصر ونشرب لاتاي بالقلب اللوس على بالك وعلاش جيت جيت باسكو عندك بزاف ما جيتش وتوحشناك هذا ما كان اشوف الدين ديالك راهو غير يزيد كوميلوس على بالي يا دحمانيس هذاك هو اللي رفد لنا راسنا احنا على بالك عندنا الدين الصلاه من الصباح حتى القيامه خلينا نهضر دين هو كل شيء الدراري مالك القافيه والطناس قالك على دراهمي عطيه دراهم ترجع ليش دراهمي خلاص عليك مالوس مالوس بصح يا دحمانيس على بالك احنا هذه الايامات شويه الحاله مزيره وكذا وهذه وكما قال لك يا اخي مول التاجو يحتاج هنا كيف التاجو يحتاج يا اخي ماشي بعث لك الزيت الدراري والله الا الجزء الاول احسن ما كيبان لي الجزء الاول احسن بزاف الثاني كانوا فيه شي حلقات شوف الدراري باش نعطيكم واحد القضيه زعما من خلال تجربتي تفرج في لي سيري وكذا ديما السيزون الاول ديما السيزون الاولى كتكون واعره على حساب انه من بعد كيوليو يدخلوا في امور ديال الماركتين فهمتي يعني مهما انه داك السلسله ناجحه كتنجح بواحد المشاهدات وكذا دونك راه اوتوماتيكمون المخرج غادي يفكر والمنتج غادي يفكر باش يزيدوا الجزء الثاني باش يزيدوا الفلوس يدخلوا بحال اللي كيولي كيسمات كما كتقول اه نسيت شوف مدابيا تحبس لا ليفريزون تاع الزيت ستوبيس ستوبيس وترجع لي دراهمي كاش ماشي شاك بونكوس دحماني انا لاقه حنا انت تقلقش واش بيكك رانا جيران سبحان الله نصيبوا ارضيه ونقدروا نتفاهموا بون انا راه ما عندي شويه صوار داني مخليهم عند الملك تاع الحبش ندبر عليه فهمتني مالا تجوز عنده
قل له باللي قال لك عشر العشرة عطيله هذيك الأمانة هو على باله. نعطيك سمانة أسبوعيس أسبوعيس من اليوم حتى الجمعيس دبرت عليه. كان ما ترجع ليش دراهمي خلص التاري والمتريس ونعرف وش ندير. أديوس أديوس هارباس أديوس أميغوس. من الصغير هذا وين جاي هذا وين جاي كنت دوك نخبط لنا نطير البخراج كاع هذا وين جاي تصب على النور راح هذا وين جاي تصب على النور دوك واش نديرو مولاي واش نديرو واش نديرو اش نديرو دحمانوس نديرو لنا محنوس محنوس حنا الدراري مولاي الملك عاشور عاشور الله يزيد في عمرك وينقص في عمرك ها من جهود كنخدم معاهم وراكم واحد اسمح لي مولاي الميزانيه نتاعنا ما تسمحناش نرضوا الدين نتاع الملك دحمانوس الله 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 والخزينه خزينه خزينه فرق قوات والمال اللي فيها ارانا نرضوا الدين نتاع المملكات اللي سالونا ولا عمر الدين ما تنساش حال الملك راه يسال بزاف يا مولاي بزاف والملك دحمانوس يزمنا 6 شهور على الاقل باش نرضوا الدين 6 شهور ما واخده بزاف تشهر بزاف على بالك على بالك هو قالنا سمانة ما نقول لكم حاجة غير هضروا مع جنرال فارس يوجد الجيش وهذا ما كان اين الجيش علاش يا مولاي كاينش الجيش كيف علاش كيف الحرب زوقا الراجل قالنا سمانة وانتم راكم تقولوا 6 شهور ما انا جو بريفير نطاكي وقبل ما يطاكينا وهذا ما كان اسمح لي مولاي عنده الحق المقدح منوس عنده جيش واعر بزاف وحنا ما قدرولوش اكتشاو قالها ديريكت حرفي قالها ديريكت والحل الحل وراه الحل يا مولاي يزمنا نعيشوا على حسب مقدورنا ويزم سكان المملكة يقشطوا شوية على يديهم ويخدموا وما يستناو شي في مدخول زيت الزيتون يا مولاي هذا ميساج قوي شي شوي هذا ميساج انا كنبقى نهضر واحد خونا جات صافي خليه ساك والله ما غنبقى نهضر صح والله نبقى نتفرج وانا ساكت خونا قال لك ما تهضر صافي قال لك ما تهضر سكت نحوسوا على حل قال لك هكا دير رياكسيون سكت ما تعطيش الراي ديالك الحمار هكا بحال حسيت بيه بحال هكا كيغوز شي عند نصرف قلبي اسمعنا وانت انا غنهضر هذه هي الحقيقه مولاي يبكي راك تفكر في حاجه صافي نقول لي عليها باسكو ما عندناش الوقت ما كيفكرش الملك دحمانوس عنده 9 بنات ايه على بالي الله يبارك زوج 8 منهم مع ملوك وامراء قعدت وحدة شطت له وحدة ما عرضناش لا 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 رجع تم عرس وما عرضناش لا 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 بس ما سمعناش اللي قالوا منه قالوا عنده 8 بنات 8 منهم مع ملوك وامراء شطت له وحدة فهمتني تم عرس وما عرضناش لا 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 تبعني تبعني يا مولاي الملك دحمانوس راه قبل كل شيء باش يزوجها كاين زوجوه مع واحد من المملكه نتاعنا راه قادر يسمح لنا الدين فهمتني ملك السياس جواد على بالي اكت معنا على جواد مولاي تسمح لنا بالانصراف تفضل شكرا مولاي برا غير اسمع الزوال باند لا لا يا مولاي راني نتكلم عليك. على واحد اللي عنده اصول عليك عنده بوست مهم شاب شباب شجاع فهمتك في حقيقه مي با سانسيرمون ما نقدرش فرانشمون انا ماشي عليك ايفيدامون ماشي عليك تزوجت طلقت تزوجت بون جبت البنات من بعد جات راسا الحمد لله انا دوكا بديت ندخل في لا ستابيليتي لا ستابيليتي هو يلاه بدا يدخل في لا ستابيليتي يلاه بدا كيستابيليز سي جونتي فكرت فيا مي نقول لك صح والله ما نقدر سانسيرمون ما نقدر ديجا راجا راح تقبل لك زوج سافا با اسمح لي يا مولاي ما نهضرش عليك ما رانيش نتكلم عليك يا مولاي انا واش خاصني لا لا تكتيك تاعك عجبتني شوالا خاصك شويه خدمه غير وجد روحك على خاطر الحروب الجايه انا اللي حنقود الجيش حي حاسبه غير واعو وقود جيش انا الجنرال فارس وباش قلت بالسيف ضمتات واش عندك هنا فارس ما تتزوج الاولى على نص عطات غفلات
ولا مع جمعه مع يعطيك الصحه الجنرال فارس. تعرف الجمل تحت؟ صحيت مولاي كنت تعرف الجمل تحت؟ يعطيك الصحه الجنرال فارس. كتعرف الجمل تحت؟ تعرف الجمل تحت؟ صحيت مولاي كنت نوريها في لا تاكتيك هذيك زعما دوكا طيح في الحرب ولا تلعبها ميته باش ما يكتوهاش تمتم. جستما انت تعرف تلعبها مليح ميه لا بريف راك باش تعيش في كاع الحروب تاعك. بنتي عندي هضره مع الجنرال فارس. صافي هادشي فرحان. اوب اقعد اقعد. ولا باغي نزوج ولا يزوج ما مشات تزوج واقيلا بنت فارس يا على بالك اليوم راهي عندي هضره معاك لازم تسمعها مليح خاطر تفيدك 100%. غتفيدك غتولي نسيب ديال الملك تحماليش. مالها مولاي مالها خاصها حد نديرو لها الحرب درو الحرب الحرب الحرب. اه غير جلس يا فارس جلس شوف غير تحب غير ديمونتي بنادم ما كانش نهضر معاك ما عندها حتى علاقه بالحرب هذه افاري تهمك انت. اقعد اقعد يا فارس اقعد. اضعف جنرال دحمانيس. دحمانيس عنده 9 بنات الله يبارك. الله يبارك. 8 فاقوا لهم تزوجوا مبروك عليهم. قتلوا وحده ما شافهاش وهذيك اللي حبيت نهضر لك عليها يا اخي راك فاهمني مولاي. ما تقوليش راك باغي دير مراه واحده اخرى على اختي رازان. حسره ماذا بيا كيفاش كيفاش ماذا بيا كيفاش كيفاش نظام سهل المراه تروطه راني انا تروطه هذه خممتها عليك يا فارس. هي دي صح بوني دي شابه مولاي صح على بالك دروك دروك ما عنديش العيبات هذاك اللي نخمم هذاك خمم زعما راه تخمم زعما راه طاغي ولا انت هذاك عندك تروسو راك تكمل في قرايتك بعد تخمم هاي بليس ما ترابيش فرصه كيما هذه فارس. شوف نقول لك حاجه واش قال لي هذاك فارس نديرو عندي جنرال انا مع الجيش تاعنا هيا زعما داكشي اللي غايكون ليزير دحماني سي خمم ما يناسبني ويرد لي جينيرال عنده وكلشي بصح دروك خاصني نعلم الدار و الدار والوالده خاصني نخمم مولاي خاصني نخمم فيها تخمم فيها تخمم خمم خمم صافي خمم خليه يخمم على خاطر الملكة رزاق واو عاشور شراك تدير؟ هذا وين راح ندوش الرجلية؟ ندوش الرجلية راك باغي تزوج خويا مهبت في دحمانوس. يا حرحة تحرحة راي رجلاوي برا مدموزيل مدموزيل حاضر مولاي. وانا ذوك واش دخلني في زوج حين يتزوجون ندخل فيهم في الوسط انا. على بالي بلاك باغي تزوج خويا مع بنت دحمانوس غير على جال مصلحتك انا؟ ايه واني عارفه كاع اش راه يدور في راسك. اروح يطلي شوفي واش يدور في راسك. تلقاي الشعر بزاف. انا ما يدور في راسي غير الخير. فعلى بالي. اني عارف كاع كيفاش راكي تفكري زعما كيفاش انا راني نفكر. بالنسبه ليك انا راني نخمم باللي خوك فارس راح نزوجو بنت دحمانوس باش دحمانوس بنته ما تبرش ومام طون باش يسمح لنا في الديون وهذا ما كان هنايا. هذه هي. وراه واش. اذا قصتيها. زعما كاش منها. هذه جامي جامي دارت في راسي. دي جامي دارت في الراس ديال الوالد. انا خويا عزيز عليا وما راهش سلعه تنباع ولا تنشرى. تخليه باين. ثاني خوك عزيز عليك واش عنبالك؟ وانت ديجا سقسيتي هو الى راسك. سمعتي واحد السطر دازنا انا ثاني خوك عزيز عليك. لا راه سمعتها. كيما جاني انا خويا عزيز عليا وما راهش سلعه تنباع ولا تنشرى. انا ثاني خوك عزيز عليك واش عم انا ثاني خوك عزيز عليك انت ديجا سقسيتي هو الى راه قادر ولا لا لا عرفتي رايو هو راه يقول غير هي اللي يديها ايه مالك ايوا صافي بصح ما شافهاش مام با يوم على انا شتك يزوج بك بيان سور هيا ايه بصح ماشي كيف كيف شوفي راسك اللي راكي حابه ديريني في الشريك راي خذ راي خلي فارس يتزوج ببنت دحمانوس خير من اللي بورلك واش قلتي؟ نيشا الرجل باغي يتزوج يتزوج بصح انايا لازم نشوفها صافي تشوف انت اللي تزوجيها انا ثاني راني حاب نشوفها كاع نشوفها كاع نشوفها عاشور الميكرو فارس يا فارس فرويويس فرويويس زعما مدلل مصلحة كتخليك على بالك راني فرحان بك راني فريمون فرحان بك فوق كاع اسقط علي واحد الكريتي حتى لهنا على بالك الجنرال تاع دحمانوس اسطوري طيب
بيان سور. وشكون اللي راح يحكم بلاصتو؟ شكون؟ انت. تا كي تولي سي بو ان شاء الله. يا ودي يا ودي. عجبو الحال. كي ياكل الغرور. صراحة كي النمر. صح بالك يحكمك الغرور. شعبك الانسان من ذاك يبدل الاخر يحكم الغرور ويشوف روحه حاجه كبيره وتنسى الاحباب وتنسى الانساب والدور عليا الدور عليا داك الشيء لا يوقع كنسيبي العزيز هكا نسيبي كاع كيما كنطور عليه هكا ما تدخلش في الراس هذه هو الدور دور على بالي باللي الدور يديرها انا بيرسونيل مون كان جيت في بلاصتك ندور عليا اهلا تفضل هذه الصراحه غريبه هذه ما عندها مالك الصراحه بالرجول اسمح لي راني جايب خبر ما يفرحش الله الله زوج الملك دحمانيس ما شاف طولنا وما ردينالوش الخبر ايه زوج بنته عاقلة اوه زوجها واه اللي زوجها كيفاه فعلا راك تغمز عطر معايا ديريكت ماشي قلت لي بلي شرطت له شرطت له شرطت له شرطت له شرطت له باش تتزوج بها شرطت له عرفتها مولاي شرطت له دخلها مع شرطت له وانت وزير نسيت قاعد تهضر معاه ها واش تحب نقول له انت ما فاهمش روحك قاعد تخمم وتكسل هذا غير الوزير طار الحمام طار الحمام ولي كيف هذه طار الحمام تخمم تخمم طار الحمام طار الحمام طار الحمام شوف كيف تولي لكم ريفرنس يعني حمامة طارت هكا يا حسدتني كاع ماشي عقلية هذه طمعتوني كيما هكا ماشي عقلية يا خو مشات الحمامة ديالي خاص غير الحمامة درجلاوي الحمامة درجلاوي بقات معاها في يديه على بالك فروح الحمام دوك يوجد الجيوش تاعو ويعطيك هنا تهردت لا يا سيدي ما تكسرش راسك بوك هذه الكذبه ديال الوازي يا قنديل كيفاش ما كسرش راسي ما داها حتى واحد درتها بالعاني برك باش نخوفو هكذا يتزوجها بلا ما يخمم انت عجبني كي واعر 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 ليش عاشور العاشر جبتي لي كريديس حمادي جابك لعندي غير الخير يا دحمانيس يا جاري يا جاري يا العزيز يا الحنين يا العزيز يا الحنين يا الحبيب فكرت في الحقيقه قلت بالك تكون كاينه عشره بيناتنا مالك تمسكي مالا جيتك بالحسب والنسب باش نطلب يد واحده من بناتك المرت خويا فارس المرت خويا فارس المرت هي خت فارس المرت هي خت فارس كيفات له الهضره راه كيتسمسم المرت خويا فارس مرتي خد فارس مرتي خد فارس سيدي مشي مرتي ما فهم والو راسها مرتي خوها فارس جنرال فارس يا دحمانيس فهمتني انت انت حبيت تناسبني ولا حبيت ولا حبيت يا دحمانيس اجبوها شكون فيهم فارس اللي شط ها اللي شط لك اللي حب تزوجها اللي شط بقيت غير الشايط هاد الحلقة هادي زعما ما فهمتش هاد الحلقة في الأول شكون فيهم؟ اللي شط اللي شط ها؟ اللي حاب تزوجها اللي راك حاب تزوجها أوا زفات يا درا مولاي فرحني بحال ما كانت سهلة سمعتو وسخ وذنيها السيخونة أنا نعيط وما محبط راسه ما ما قالهاش السيخونة والسيخونة صايم مولاي فريتها بالسيف بالسيف السيف بالدرع باش قبل واش بك تقدر تخير يا دحمانيس واش عندو تخير في هاد القمرات اللي عندك الله يبارك واش نقول لك يا دحمانيس واش خير هادي اسمها طاووس طاووس فراسي معاه ولد المرت تاع جوفنتوس تما طلبني نقول شنو هذا نقول لك الصح يا دحمانيس عنده ماده معليش هذه دي اسمها سيرينا 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 ويليامز خطبها ماركوس ماركوس اي كل المره تاعي كلهم مخطوبه بيقول مثل عندنا الله يكسر كل عسل بيناتهم وحده اللي بقات شايطه يديها فارس وهذه هذه اسمها شاكيرا شاكيرا البارح لا اسماء جايبينها سيرينا غوميز شاكيرا بيكوس بيكيس يلعب ما بيكيس سبقنا سبقنا قال له سبقنا بيكيرا لا تسابق هو راسو ما غيجي هو الثاني شحال سبقك هادي شهيرة شهير صغيرة تبريباري هاد العام الباك تجوز الباكالوريوس تسمع عندها كورسوس كورسوس
ولا بصح هذه كي تشوف في وجهها تجيب الباك. ميرسي. ايوا وهذا دي عاشور هذا دي هذا بابا رايح نتزوج. نورمال مو يا بنتي. نورمال. فرحانة. كتشوفي أنا يا. يا فرحي وسعدوس جا الحبيبة ديالي بعد ما كنت وحدي. روحي. تبعوا خوتي تفضلوا. خايبة فيه. فرحانة. فرحانة. عاشور. واش نقول لك يا فارس؟ أكذب علي الزين. كيما نوصفها لك قليل. ما عنديش كلمات اللي تقدر نعبر لك على واش كنت نشوف. تسمى شابة مولي. لون جبد الغولي تقدر تقول عندها الدم اللي جبد الغولي فتقدر تقول لاباس فرات ديك الصحه مولاي ما تفقاش الغول غالي على شي الله يسنعود عبر لك على واش كنت نشوف تما شابه مولاي لون جبد الغولي تقدر تقول عندها الدم اللي جبد الغولي فتقدر تقول لاباس فرات ديك الصحه مولاي ما تفقاش تاع الدار تبقى وكذا السر اسكت ياك تعرف العين تعرف العين دي سرك في بير قطعتك ايوا صحيت نسيبي العزيز لك اسقال فمك ورارارارارا يا ناس القصر اللي سمع يقول اللي ما سمعش فارسنا الغالي نهار الخميس بقدرة ربي القصر نخليه يخدم على سلك واحدة نعملو لك عرس يقتل ها نوري يا اختي غيب العقل عليك حركتينا انا بالكي من الفرحة سرق اسمع نقول لك سر حلو قدرة ربي عليا انا ونعملو لك فرح مازال ما شافهاش الناس الكل يسلمك على بالي باللي تتهلق وخص سلطان كلش مبروك كلش مبروك الله يبارك فيك نوري نستعرف بيك نستعرف بيك شكون اللي عنده الزهر دروك ويتزوج معاه بالسلطان دحمانوس ها انا تدهني عندك الله يبارك النورية مرا ونص كل صباع بصنعة يا ايدو صاحبي انا اللي تقلقت لو كان صبرت كون جبت أميرة ولا بابيشة ماشي خير بابيشة راني جاي الزهر صاحبي الزهر هذا هو خدام سلطان نيشة كاي تخيل هذا دابا قدام كاع هو يتخيل اتخيل على طيمان كان دا القافيه فيها 160 كيلو كتصيفط الرسائل شو باش كيطلع دا تروح دا تخيل دابا راه كيتخيلها فيها شي 50 كيلو 55 فهمتي كيتواصل معاها القى فيها 180 الميساجات ميساجات الحمام يا عايشين الحب عايشين اللوف كان غالي حب الدراري يقول زوج براسي وانا نعسات ها هو وصلها البيت فيبرا فيبرا الحما زوج بانا زوج بانا يا العراس يا اطلب او عادي يشوف هذا حسيت القرب مرحبا بك سلطان دحمانيوس مرحبا اخويا مرحبا المشكله انه غيبغيها هو خسرنا ورطه والحمد لله دوك رانا عائله واحده بنتي شوفي الذهب اللي راهم لابسينو بين صاحب الريفيه سكتي ما دوك يسمعوك مرحبا بكم راكم في داركم ولي حق الطريق لاباس ما عييتوش انا بلا غرانتيك ابار شويه سيركلاسيون ديال كاليتوس بحنا يبدو كنت شوفي ابن مسوس ابن مسوس ودوك نقول لك الصح واش من الدار اللي ما فيهاش ربعه خمسه عواد وشكون هي العروسه دوك نشوف عاشور شكون اللي غادي يديها فارس اللي هنا لا واللي هنا لا اكيد بغيت نقول لها اللي فلوس كدير لها اللي هنا ديها فارس لا لا اكيد لا بنت دحمانوس خميس بابا والله العريس ما تقلقيش راهو جاي بصح ما تنخلعوش ما تشوفيش لاكاركاس خاطرش كذا لاكاركاس تقدر تغلط الانسان يشوف الفون يما الداخل شنو كان ندبر راسي اسمحوا لي دقيقه دوك نعاود نولي انا وراك رايحه فايات رازان
رمضان رمضان على بالك نسى كي تولي هكذايا عرس ولا حفله ولا عرضه يحبوا بزاف يوجدوا صحيتي على هدرتها هذه اللي درتها باش تقلع عليك العين خمسه وخموس عليك بوني دي شاب بوني دي شاب بوني دي شاب نوري راجي يا دراختي كي راني شباب ها فارس قلع لي هالكوستيم علاه ما جانيش مليح هاد العرس غير نساه غير هي اللي ما تديهاش علاش اختي بغات له الخير كيما هكا انا حتى الواحد لقى اميره وبخير عليها وقال لي دير لافونير ديري لي كيما هكا عكسيها لي انا نعكسها لك شوف غادي تدخل غادي تلقى زوج عضرات في وسطهم وحده عريضه تقطع صحه والعراضات ما عندهمش الحق يتزوجوا مساكين تحيا العراضات عمرك ما ولاتي قال له العراضات ما عندهمش الحق يتزوج من بعد يمشي يشوفها يلقاها كي داير اتعجبوه اسمو شابيلو باش شابيلو شابيلو بقى عليهم العريضات العريضات في تاريخ ديال الطيطرون طويل ويلي ايوا باش ما شافش المره ديالها كيبقاو حدا معروفه ولا عرفت قوي قيدونا العريضات كنت عجبني العرض 46 ما كاين لا 46 لا والو الدراري البنات سيروا تريني وكتا عاوتاني باش وليو 36 38 سير الرجال عاوتاني كاين اللي كتلقى بكرشو قداش وكذا نتوما سيروا تريني خصكم تريني كرشي كصحي قداك كمالك ترينا صح اتعجبوه احبيه شبل يا درا ابويا قد عريضه عريضه اختي عندك الصح بصحه او يدرحوني كيما هكا يا هذه خدمة السي الوزير تاعنا يبغى يقيسك على راسك وعاشور غير يتبع فيه صحة اختي ودروا كل حل كي غادي نديرو ايه تحيا لا كاين الحل نوري وانا على راكم تخجروا فيا انت راه متزوج وليد حمانيس نجدد لك تحياتي وكل شيء مبروك كل شيء مبروك لبالك رانا مع مصاريف العرس وهذا يكلفنا كتير وليدا نطلبوا منك تساعدنا باش نردوا لك دينك حتى الدولار الاخر سي نورمال نردوا له حتى الدولار الاخر وكيفاش مالها حنايا الانسان هذا دار فينا الخير حنا لازم نوقفوا معاه رجال مش بيكو مش بيكو تهضروا على الدراهم والكريدوس انا ما يهمنيش دراهم انا المهم بنتي تفرح هذا ماك الرجل صح دوك كما قال لك الرزق راه في الرجال وما دراهم واش ما كان والو دراهم وبالنسبه لهذه انا نقول لك وحده كيما هذه عايبه تشيط لك في القصر واش بيك عاشور ما خبيش عليك كنت نستنى في هذا اليوم بالريق نشف باش نزوج مازوزيه ديالي مازوزيه هذه المازوزيه تاعك وشحال في عمرها 45 ورده هذا ما كان 45 تما هذه تقدر تقول شحال 45 ورده 45 ورده 45 هذا ما كان صافي هذه تقدر تقول بوكي تاع تاع ورد الله يبارك الله يبارك الله يبارك لو كان جات مرجانه قدها راهي تبان صغيره عليها يا بابا يا بابا سدرك اوه عاشور واش بيك عفاتو غير عفاتو نسيبتو صافي غير فاميليا كاين كمل كيف واش قلت لك نعطيكم امانه تهلاو فيها ملكة الرعي ونوسع في الأراضي والمدن أديت شرابيوس وسرشانيوس وحتى بنعكنوس صحتك اسمحوا لي طولت عليكم شوية كنت مع العريس راح حشمان شوية حشمان أنا اللي حشمانة جنور جنورة كي السبع ها ولا خويا العزيز ها ولا السبع تاعنا السبع تاعنا قعد قعد خويا مولاي واش راك لاباس؟ تشرب اتاي تاع حمانيس؟ لا لا مولاي لا 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 انا هنا وانت تربي في لاتاي ما جاياش اصاحبي لا مولاي اجبها شحال درتك مولاي؟ اجبها ما كان لا اجبها مشكل مع النوريه تفضل دبر عليه مولاي نجيك كاس شبعت صح وانايا ما تسربيليش نسربيلك شحال متواضع شحال دير السكر؟ خمسة ونص واو خمسة ونص في عين الشيطان ربط لي بعتهم ليه هم مخبيين انا بروحي قعرميتهم هادوك زيت الخانية جتني فارغة
برغا كنت مبيبي لك برك. صح بابا شحال هايل. شتي يضحك يضحك يا بابا. شوف صح تبي ربي شايفك. السيمانه اللي فاتت كي شفت عندنا في القصر. هذا يكون ما كنت لقيت به غير كش حرب الخطر هذا يموت على الحروب ثم داير شحال من القير. شنو واقع الوزير؟ اسمح لي مولاي بالانصراف امر عاجل. ها قنديل بعد اذنك مولاي مبروك عليك جنرال فارس. قنديل لقب يجبيه ومالي خرجوا على السيري اصلا الشياطين. على بالك دحمانيوس الحاله كيفاش راهي تمشي في القصر الشغالات راه من لهنا قنديل راه مشغول بالبزه. عنده الشغال يخا من بكري يا بابا نحب نتزوج براجلي يكون بطل يموت في الحرب يا بابا. صافي على بالك بلي انا كي نخرج الصباح ما نعرف الا نولي حي العشيله ولا ما نوليش. حتى هو تخلف دائما نتلاقى مع الموت. تخلف جامي مات جامي مات مازال بصح نقدر نموت. النوريه شنو دير معاه الحرب يديني معاه مات نعود نجي معاك. لا المراه تقعد في الدار الراجل هو اللي يحكم. بابا عجبها انت اللي كنت الحمص عليه. نموت على الراجل اللي يحكم في المراه يا بابا. هزر كي دارس حطه حطه خليني انا نسربي لهم. تمام ليه وهو عيب مولاتي ما يجيش نوريه غير اليوم انا نسربي لهم. والجه ما دام انا حيا يدك لا تحطها لراسك يا اختي. نوريه معاك كتفادك كتشوف النوري كيتزوجوا لها. شو نفسك هكا شو مبعدك انت هنا فارس فارس ها نوري شكون انت يا مدام عندك هكذا مع راجلي راجلي. اسمحوا لي بغيت نقول لكم بلي انا متزوج وعندي دراري. دراري بابا كيف انت خديت جلسه ياك انا الزوجه ماشي الثالثه. كان يا هادي ما عندهاش المشكل كاع هي غتزوج مسكين. فارس انا قبل فيك قبل بيه غيتلاقاو صغير على عمالقه الدراري. اتاكون تايتون حتى ما كنت تايتون طايفو على النوري. مولاي سامحني يا ايت نتفاهم واه نوري الحرب غتنوض زادوا على مولاي الحرب غتنوض. دحمانيش عاشور الحرب الحرب دحمانيش انا على البليس بسم الله حتى انا بسم الله شتي مسكتي دراسه دائما مخبره دراسه دائما خارج هادي الحرب عاشور اخرج وراك مخبي عاشور الحرب عاشور خاصلو اخرج مالك تحمانوس مولاي شفتها كي راه يغلي النيرفي بزاف هذاك انت باسكو لو كان يتزوجت مع اكيلا ما رميش الحريره هذه يعني. عاشون عاشون مانيش هنا بصح مولاي على حسب ماني يسمع راه باغي يخرج لك راس 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 راه باغي يشوف لي فيلم هذا واش شوف لي انا اكتور ولا مش اشيل كيف دار له ردوا كي ديك الطمينه اللي ضرب فيها الشمس لا والله يروح يلعب على روحه فيلم اليوم تموت عاشون زعاف راك واجد يا وش المنحوس يا وش المنحوس كيقول يا وجه المنحوس يا وش المنحوس ماشي يا وجه يا وش المنحوس الدراري هاد الحلقة الدراري الرمص الحلقات الواعرة الأجزاء الأولى وحق ربي الأحسن بزاف زينا صافي الدراما والبكا والشكا عندنا هذا الشيء هذا صافي الكوبيرايت والبلوك ومصيبة كحال ست سوايع حكوا كيدوز الفيديو في سالم إن شاء الله غيدوز ونشوفوا الدراري الفيديو الجاي تهلاو لي فراسكم بيس